المنتج هذا اسمه Soft White Lip Balm، تستخدمونه لصبغات الشفايف. احنا يمكن تطلع لنا صبغات شفايف بأي سبب، الجفاف، اذا ما نهتم يعني ما نستخدم سكرابز، ما نستخدم مرطبات زين لشفايفنا، او التدخين او الكوفي، هالشيء طبيعي يعني كلنا يمكن تطلع لنا صبغات في الشفايف. فشو اللي نقدر نسوي؟ نعالج هالمشكلة بهالمنتج. يميز هالمنتج عن باقي المنتجات، طبعا اسألوني لاني مجربتنا، يقلل تصبغات الشفايف، ومع الوقت لون الوردي يرجع مثل ما كان، وغير شي ترطيبة عالية جدا. انا يعني جربت واستخدمت كذا منتج لترطيب ولا مدري شنو، بس مثل ما شفت، وغير شيء يحمل شفايف من أشعة الشمس، فهذا الشيء وايد. الطريقة بعد جدا سهلة وبسيطة، مثل أي روج أو أي مرطب تستخدمونه أنتو وأنتو رايحين الدوام، الجامعة، طالعين في البيت، تقدرون تستخدمونه من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.